المتابعة الأخرى مدرب اللياقة البدنية وليد جمعة يكشف أسباب كثرة الإصابات بالرباط الصليبي. حقيقة هناك عدة عوامل مؤثرة وخاصة بالنسبة للاعبي اللاعبي العراقي نعلمهم. أول شيء العوامل منها طبيعة معيشة اللاعب العراقي، طريقة تأسيس وبناء اللاعب العراقي، الإضافة إلى أرضيات الملاعب السيئة، وأكثر لاعبين يعني صراحة يلعبون يعني ملاعب يسموها الهواء أو ملاعب الفرق الشعبية اللي هي ملاعب تارتان غير صارحة للعب. حقيقة يعني صراحة من بنت ملاعب يعني ملاعب سيئة جدا تتأثر على اللاعب، خاصة أن هذه المادة الزلالية بين المفاصل بالأرضيات الصلبة تبدي تختفي بسبب الضغط عليها من خلال. أضافة إلى ذلك نوعية الأحذية اللي يرتدوها اللاعبين، نوعيات سيئة جدا، نوعيات رديئة، تعرف الأحذية الرياضية تدخل للعراق بدون سيطرة نوعية، هذه كلها مؤثرة عليهم. إضافة حتى طريقة جلوس اللاعب بالبيت أنه طريقة مو صحيحة أيضا، هاي تسبب عوامل الإصابات المفاجئة. الشغلة المهمة جدا 90 إلى 95% من اللاعبين ما يعتمدون على البناء العضلي للاعب بقاعة الحديد.